الأخبار من أونلاين. استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي ألفريد كيلي الرئيس التنفيذي لشركة فيزا العالمية وعددا من مسؤولي الشركة. تناول اللقاء الذي جاء بحضور وزير الاتصالات ياسر القاضي جهود الحكومة لتطوير منظومة الخدمات المالية في مصر بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد وتقديم خدمات متطورة للمواطنين. وأكد السيسي تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الشركة وتوسيع استثماراتها في مصر في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمعاملات المالية وتفعيل الاقتصاد الرقمي. من جهته أشاد الرئيس التنفيذي للشركة بمناخ الاستثمار في مصر الذي يعكس توجها واضحا من الحكومة لدفع التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والمغربي التي يعززها التعاون المثمر بين المؤسسات البرلمانية للبلدين. وأعرب السيسي خلال لقائه رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي عن تقدير مصر للمواقف المغربية الداعمة لمصر وخيارات شعبها، معلنا قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين. من جهته أشاد رئيس مجلس النواب المغربي بوجود مصر الناجحة في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التقدم المستمر على الصعيد الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن مصر تمثل ركيزة رئيسة للأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استثمار الإمكانات الاقتصادية المتاحة في مصر والمغرب. وأعرب إسماعيل خلال لقاء رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي عن تطلع مصر لإعداد لقاءات تجمع مسؤولين عن الصناعة وقطاع البنوك في مصر ورجال أعمال من المغرب لبحث المقترحات المناسبة لزيادة التعاون. كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. من جانبه وجه رئيس البرلمان المغربي التهنئة على فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية ثانية، مشيرا إلى أن أمن واستقرار مصر ضمانة مهمة لأمن الاستقرار في المنطقة العربية كلها. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في فعاليات الاجتماع التسعي بشأن سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا. تسعى مصر خلال الاجتماع على التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا يناير الماضي بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، خاصة ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بسد النهضة لضمان تجنب أي آثار سلبية محتملة على دولتي المصب. تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع التسعي بشأن سد النهضة، والذي يضم وزراء الخارجية والموارد المائية ورؤساء المخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا، بهدف دفع جهود التفاهم واستكمالا لتنفيذ إعلان المبادئ حول السد. وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى أكد أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات قادة الدول الثلاث خلال القمة الثلاثية التي عقدت بأديس أبابا على هامش اجتماعات القمة الأفريقية الأخيرة، والتي قادت بالعمل كوطن واحد إلى جانب الدفع قدما بأجندة صندوق البنية التحتية المتوقع تدشينه بين الدول الثلاث. الاجتماع يستمر على مدى يومين، حيث تجتمع اللجنة في اليوم الأول على مستوى وزراء الري والخبراء الفنيين أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، وسيعقبه في اليوم الثاني جلسات الاجتماع التساعي لبحث النقاط العالقة حول سنوات الملء والتشغيل لبحيرة سد النهضة الأثيوبية. كما يناقش الاجتماع جميع المسارات المتعلقة بملف السد سعيا لأحداث تقدم وتوافق يحقق مصالح الدول الثلاث. المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الحقوق في مياه النيل تعثرت كثيرا، فقد خاض الأطراف العديدة من الجولات التفاوضية دون تحقيق أي نتائج إيجابية، حيث تجرى الجولة الحالية لاعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري حتى يتسنى البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتي المصب مصر والسودان. بدأت بالعاصمة التركية أنقرة قمة ثلاثية ضمت رؤساء كل من تركيا وروسيا وإيران لبحث الأزمة السورية.
قالت مصادر إنه من المتوقع أن يصدر عن القمة الثلاثية بيان يدعو إلى مواصلة وقف إطلاق النار في سوريا ووحدة أراضيها. كانت وسائل إعلام إيرانية قد قالت إن الاجتماع سيبحث إعادة إعمار سوريا ووضع دستور جديد في إطار خطة للتوصل لحل سياسي. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن مستقبل القوات الأمريكية في سوريا. وفي تصريحات له بالبيت الأبيض أضاف ترامب أنه يريد الخروج من سوريا وإعادة القوات الأمريكية إلى واشنطن، مشيرا إلى أن المشاركة الأمريكية في سوريا مكلفة وتفيد دولا أخرى أكثر. وقد غادر الليلة الماضية 1100 مقاتل ومدني على متن حافلات من مدينة دوما إلى جرابلس شمال سوريا في اليوم الثاني من عملية إجلاء مقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية إن الدفعة الثانية من مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم غادرت عبر الحافلات من مدينة دوما إلى منطقة جرابلس تمهيدا لإخلاء المدينة من المسلحين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تنظيم داعش الإرهابي مني بالهزيمة في سوريا. وأضاف خلال تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ ببعض من قدراته التدميرية وأن بوسعه شن هجمات في مناطق مختلفة من العالم. انطلق اليوم في العاصمة الروسية موسكو مؤتمر الأمن الدولي السابع بحضور وفود 95 بلد من بينها سوريا، ويحل ملف مكافحة الإرهاب خاصة التجربة الروسية في محاربة تنظيم داعش في سوريا كأحد الموضوعات الرئيسة التي سيتم بحثها في المؤتمر، إلى جانب مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن الأوروبي والوضع في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. الجولة مستمرة ونعود ونلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. عقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال المؤتمر 27 للاتحاد البرلماني العربي بحضور عدد كبير من رؤساء البرلمانات العربية. يتضمن جدول أعمال المؤتمر المنعقد على مدار يومين نقل رئاسة الاتحاد إلى مصر بجانب تكريم رؤساء البرلمانات العربية الفائزة بجوائز التميز بالبرلمان العربي. جددت الحكومة اليمنية اتهامها لميليشيات الحوثي بمواصلة استخدامها ميناء الحديدة لأغراض عسكرية. وأكدت الحكومة الحاجة لإخضاع الميناء لإدارة مراقبين دوليين بعيدا عن سيطرة الميليشيات، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي بإجراء تحقيق محايد حول أسباب الحريق الذي اندلع في مخازن برنامج الغذاء العالمي بميناء الحديدة السبت الماضي، لافتة إلى أن استمرار سيطرة الميليشيات على الميناء يعني تفاقم معاناة الشعب وزيادة مأساته الإنسانية. دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن مخزن سلاح تابع لميليشيات الحوثيين في معسكر الدفاع على جبهة الساحل الغربية. كان الحوثيون قد اعترفوا بمقتل القيادي الحوثي في محافظة إب عبد الفتاح هاشم السادة في معارك على مشارف مدينة حيس في معارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة التهامية جنوبية محافظة الحديدة. أعربت مصر عن خالص تعزيها لموريتانيا في ضحية هجوم ميليشيات أنتي بلاكا الذي استهدف قوة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن الموريتاني من قوة حفظ السلام وإصابة 11 آخرين. وأكد بيان لوزارة الخارجية وقوف مصر حكومة وشعبا مع موريتانيا في تلك المحنة وتقديرها البالغ للتضحيات التي تبذلها قوة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. تعقد اليوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعا في لاهاي بطلب من موسكو لبحث اتهامات بريطانيا بحق روسيا في قضية تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال. من جانبه أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن ينجح اجتماع المنظمة في إنهاء التحقيق في القضية. قال بوتين خلال زيارته لأنقرة إن السرعة التي أطلقت فيها الحملة المناهضة لروسيا تستدعي الدهشة.
وقد طلب الكريملين لندن بالاعتذار بعدما أعلن المختبر البريطاني الذي حلل المادة المستخدمة ضد العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال أنه لا يملك دليلا على أن مصدرها روسي. في السياق ذاته اعتبر رئيس الاستخبارات الروسية قضية سكريبال استفزازا قبيحا من الأجهزة البريطانية والأمريكية على حد وصفه. يشار إلى أن بريطانيا اتهمت روسيا بتسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته على أراضيها. كان رئيس المختبر العسكري البريطاني في بروتون داون قد أعلن أنه لم يستطع تحديد ما إذا كانت روسيا هي مصدر غاز الأعصاب الذي استخدم لتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال من عدمه. قال رئيس المختبر إنهم تعرفوا على نوع غاز الأعصاب الذي يسمى نوفيتشوك وهو من الأنواع المستخدمة عسكريا، موضحا أن الحكومة البريطانية استخدمت ما أسماه عددا من المصادر الأخرى للوصول إلى يقين بمسؤولية روسيا عن الهجوم الذي استهدف سكريبال وابنته التي بدأت في التحسن التدريجي مؤخرا. يبدأ اليوم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مشاوراته لتشكيل حكومة، حيث من المقرر أن يستقبل الرئيس الإيطالي رؤساء الأحزاب السياسية الكبرى على أن ينهي مشاوراته باجتماع مع حزب رابطة الشمال وهو اليمين المتطرف وحركة الخمس نجوم وهي المعادية للنظام القائم، اللذين أعلن كل منهما فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 مارس، ويتطلع زعيما كل من الحزبين إلى منصب رئيس الحكومة. لقي 4 عسكريين أمريكيين من قوات المارينز مصرعهم في حادث تحطم مروحية أثناء تدريب اعتيادي جنوبية كاليفورنيا. قال بيان لقوات المارينز إن طاقم الطائرة المكون من 4 أشخاص قتلوا جميعا جراء الحادث. شهد وزير النقل المهندس هشام عرفات تدشين قطرتي تحيا مصر 1 و2 بميناء الإسكندرية البحرية. يأتي تدشين القطرات الجديدة في إطار جهود وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري ورفع كفاءة الوحدات التي تستخدم لأعمال القطر، حيث تتميز القطرات بكفاءة عالية في السرعات العالية كما تتلائم مع ظروف التشغيل وفق للظروف المناخية المختلفة. يشار إلى أن القطرتين قد وصلتا إلى ميناء الإسكندرية وقامت بإنشائهما إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس. استضافت جامعة حلوان ملتقى التوظيف 16 الذي يعقد على مدار يومين لتشغيل خريجي الجامعة وطلاب السنوات النهائية في جميع التخصصات بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعدد من رجال الأعمال والشركات والبنوك والفنادق والهيئات الحكومية المختلفة. من جانبه أكد رئيس جامعة حلوان دكتور ماجد نجمة على أهمية الملتقى التوظيفي الذي يعقد بشكل دوري كل عام في الجامعة لإتاحة فرص تدريب وتشغيل لخريجي كليات الجامعة المختلفة في ظل ما تتميز به هذه الكليات من تخصصات نوعية فريدة. ده الملتقى 16 وهيئة دي فرصة سنوية في كل شهر إبريل يعقد هذا الملتقى بيجتمع فيه طلابنا ومشروع خريجينا هم طلاب السنوات النهائية مع اصحاب العمل. زي ما حضرتك شايفين النهارده احنا عندنا 100 شركه وبنك وفندق وبنك ومصنع وكل ده عشان يلتقوا مع اولادنا الخريجين او مشروع التخرج او مقول يعني هم على وشك التخرج ان شاء الله ويقدم نفسه لسوق العمل. حتى في اضعف الايمان لو ما خدش على وظيفه ممكن يحصل فرصه تدريب، ممكن يحتك بسوق العمل. ده مهم جدا وجو صحي قوي للخريج عندنا في جامعه حلوان، ودي سنه احنا في جامعه حلوان عاملينها لان تخصصاتنا تخصصات غير تقليديه في سواء في الفنون او في الالكترونيات او في الحاسبات والمعلومات او في السياحه والفنادق. شجع رئيس ائتلاف دعم مصر المهندس محمد السويدي الشباب على العمل مؤكدا على ضروره تطوير مهارات العمل باستمرار. احنا اتحاد الصناعات المصريه احنا بنعمل يعني تلاقي ما بين خريجي الجامعه وبين فرص العمل اللي مطلوبه. الجامعه عامله مبادره حلوه جدا، جايبه 100 شركه طالبه فرص عمل في مختلف التخصصات، وكانت كلمتي للطلبه كلهم سواء الخريجين او اللي لسه في السنه النهائيه انه ما يسيبوش اي فرصه عمل دلوقتي قدامهم يسيبوها، مش هنستنى وظيفه، لازم نشتغل. وانا لما بشتغل تفكيري بيتغير، طموحي ايضا بيبقى شغال بتفكر، بقدر احدد انا عايز ايه بالظبط، ولكن انتظار وظيفه ده شيء في الخيال، فرص عمل موجوده انا لازم اتطوع عليها، لو عايز اتدرب هتدرب ليها،
لو عايز ان انا اغير من نفسي اغير ليها، اخش الحياه العامه اعرف ايه متطلبات الحياه والدنيا، ولكن الجلوس بدون عمل ده شيء خطر، خطر عليه لانه بينسى اللي هو درسه وفي نفس الوقت بيصاب باحباط. لا اشتغل، فرص عمل موجوده كتير. توصل دكتور شادي يونس الباحث بالهندسة الوراثية بالاشتراك مع فريق بحثي بالسويد لإحدى الجينات المسببة لتكوين الأورام، ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في طرح مسارات علاجية بديلة للتغلب على مرض السرطان. الصدفة وحدها كانت السبب في تغير مسار بحث علمي من دراسة سبل زيادة الإنتاج الحيواني إلى اكتشاف جين له دور كبير في أحداث خلل بالشريط الوراثي وتكون الأورام. تلك التجربة البحثية والتي عاشها دكتور شادي يونس بالاشتراك مع فريق بحثي من العلماء بجامعة أوبسالا بالسويد. كان الهدف من الريسيرش هو أن احنا بنحاول نشوف إيه الجينز اللي مسؤولة عن نمو الخلايا العضلية، لان ده شيء مهم جدا في ناحيه انتاج اللحوم، ان احنا لما نعرف الحيوان اللي عنده جينات بتساعده على النمو بشكل سريع، فبالتالي ان احنا ممكن نوفر في تكاليف التربيه وتكاليف التغذيه والحاجات دي كلها، فبالتالي ننتج يعني نوصل ان احنا يبقى عندنا انتاج سريع للحوم في فتره زمنيه قليله. في اثناء الريسيرش قدرنا ان احنا نتوصل الى ان في طفره وراثيه، الطفره دي موجوده في جين، الجين ده اسمه الاي جي اف 2، ده عامل نمو شبيه بالانسولين وبيلعب دور مهم جدا في انقسام الخلايا، وغياب هذا الجين بيؤدي الى خلل في سرعه نمو الخلايا. بعد كده في الريسيرش بتاعنا حاولنا نفهم ايه هي العوامل الوراثيه الاخرى اللي بتنظم عمل الاي جي اف 2، وتوصلنا الى اكتشاف جين ثاني خالص اسمه الزيبت 6. الزيبت 6 بيتفاعل مع الاي جي اف 2 انه بيرتبط بيه، ومجرد ما بيرتبط بالاي جي اف 2 التعبير الجيني او كميه الاي جي اف 2 بتختلف، وبالتالي سرعه نمو الخلايا بتتاثر. وللتأكد من نتائج البحث قام الدكتور شادي بالاشتراك مع علماء من السويد بإجراء التجارب على الفئران. النوع الأول كان في أزلنا منه الشفرة الوراثية للزيبت 6، والنوع الثاني احنا حطينا فيه طفرة وراثية في الاي جي اف 2 المكان اللي بيرتبط بيه الزيبت 6، وبعدين بدأنا ندرس معدل نمو هذه الحيوانات. اكتشفنا ان الحيوانات المعدلة وراثية ديت معدل نموها بيكون سريع جدا، اظهرت زيادة في معدل نمو الخلايا العضلات، الاعضاء الداخلية للجسم زي الكبد والرئة والقلب حجمها زاد، وده كان مرتبط بزيادة كمية الاي جي اف 2. نشر البحث في واحدة من أهم المجلات الدولية المتخصصة، ويعمل الفريق البحثي حاليا على استحداث بروتوكولات للتغلب على الأورام باستخدام العلاجات الجينية. ليه بنقول كده؟ لأن كتير جدا من الأبحاث أثبتت أن في أنواع من الخلايا السرطانية بترتبط بزيادة كمية الاي جي اف فيها، مثلا البريست كانسر اللي هو سرطان الثدي وسرطان القولون والبروستاتا، دي الأنواع دي من السرطان فيها كمية الاي جي اف 2 كبيرة جدا، فإحنا لو تمكننا أن احنا نطور علاج، العلاج ده يلعب على التفاعل ما بين الزيبد والاي جي اف، فإحنا بالتالي ممكن نستخدمه في نقلل من سرعة نمو الخلايا السرطانية. نذهب الآن لنتابع تفقد وزير النقل هشام عرفات لأعمال تدشين القاطرتين الجديدتين تحيا مصر 1 و2 من إنتاج الشركة المصرية للبناء وتصنيع السفن. قريب إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لأحواض البناء ليمكنها من بناء وحدات تجارية ذات غاطس أكبر، لتكون بذلك الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن سباقة في مجال التصنيع البحري التجاري، لتستمد من ماضيها العريق شعلة الإخلاص لتبني وتشيد في المستقبل، ولتكون علامة من علامات التحدي في مجال التصنيع المحلي. والآن مع كلمة السيد لواء بحري مهندس هشام أبو العز القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لبناء وإصلاح السفن. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات والخدمات البحرية، معالي السيد الدكتور مهندس هشام عرفات وزير النقل، معالي السيد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية،
السادة القادة والضيوف الأعزاء، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز تشريفكم لنا اليوم لحفل تدشين القاطرة الثانية تحيا مصر من بناء عدد 2 قاطرة بحرية راس تراكتورز قوة شد 70 طن لصالح حياة المواني البحر الأحمر، وكذا بمناسبة وضع الأرينة لبدء بناء عدد 2 قاطرة بحرية راس تراكتورز قوة شد 55 طن لصالح الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بقيمة إجمالية 514 مليون جنيه ومدة التنفيذ 24 شهر. إن تشريفكم لنا اليوم في هذا الصرح الصناعي العريق الذي يثبت مدى الرؤية الثاقبة للقيادة العامة للقوات المسلحة حين اتخذت القرار بضرورة الحفاظ على هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي عانت من التدهور لسنوات طويلة، فصدر القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2003 بإنشاء جهاز الصناعات للخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع، وكانت البداية بانتقال الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن عام 2003، ثم شركة ترسانة الإسكندرية عام 2007، ثم إنشاء شركة تريامف للنقل البحري عام 2009، ثم تبع ذلك انتقال شركة النيل الوطنية للنقل النهري عام 2010، ليكتمل العقد ليشمل جميع معجلات إصلاح وبناء السفن والنقل البحري والنهر. منذ انتقال الشركة وهي تخضع لعملية تطوير وتحديث في جميع المجالات بدعم كامل من الأمانة العامة لوزارة الدفاع وجميع الأجهزة والإدارات التابعة لها وتحت الإشراف والمتابعة المستمرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية ورئيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية، فقد تم رفع كفاءة البنية التحتية وإعادة هيكلة الشركة وإمدادها بعناصر شابة وميكنة جميع العمليات واستخدام الحواسب الآلية في جميع المجالات. إن جهود التطوير والتحديث التي لم تتوقف سعيا للوصول لأعلى معدلات الأداء لتحقيق مطالب القوات البحرية، فقد تم بناء عدد 4 لانش تراس سويفت وجاري بناء عدد 6 لانش تراس سويفت 28 متر وبناء عدد 1 طراقة بعمق 14 متر، وكذا بناء عدد 6 لانش ألمونيوم سريع بطول 10 متر لصالح قوات حرس الحدود. وهيئات المواني المصرية المختلفة والهيئات العامة للنقل البحري قد أدت ثمارها، حيث كللت هذه الجهود بتنفيذ العديد من عقود البناء للعديد من العملاء وخاصة هيئات المواني المصرية المختلفة، وقد شملت أعمال الهيئات علاتي. الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تم بناء عدد 2 قاطرة بحرية بقوة شد 60 طن، بناء عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 50 طن إسكندرية 8 و9، وجاري نحو إجراءات التسليم حاليا. أنا بحب أطمن سيادتك إن شاء الله قاطرة إسكندرية 8 في خلال 15 يوم هكون متسلمة لهيئة ميناء إسكندرية، وقاطرة إسكندرية 9 في خلال شهرين من تاريخ التسليم، وبناء عدد 3 لانش إرشاد مصنع من الألمونيوم وعدد 2 لانش مكافحة التلوث. أما بالنسبة لهيئة ميناء دمياط تم بناء عدد 1 لانش مكافحة حريق، عدد 2 لانش إرشاد، عدد 1 لانش خدمة ومعاونة، وعدد لانش مكافحة التلوث. هيئة ميناء بورسعيد بناء عدد لانش 1 إرشاد. وفي مجالات النقل النهري شملت على الآتي: بناء عدد 2 أتوبيس نهري سعة 100 راكب لصالح محافظة أسيوط، بناء عدد 3 عبارة نيلية سعة 200 راكب لصالح محافظة الأقصر، بناء عدد 10 عبارة نهرية لصالح محافظة أسوان، وبناء معدية لمدينة أبو سنبل لمحافظة أسوان. وأيضا تم بناء عدد 6 برج لصالح شركة النيل الوطنية للنقل البحري النهري التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية. واسمحوا لي سيادتكم بالتقديم بخالص التحية والتقدير للسيد اللواء بحري مهندس هشام أبو سنة الذي يولي اهتماما كبيرا في تطوير وتحديث جميع المرافق ومعدات الهيئة وإرساء قواعد التعاون بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر والشركة المصرية، ونعتز بالثقة الغالية التي أولانا إياها ليس فقط في بناء وحدات بحرية جديدة ولكن أيضا في توقيع عقود صيانة وإصلاح الوحدات التابعة للهيئة، وجاري تنفيذها حاليا بأعلى درجات الجودة ومعدلات زمنية قياسية، وجاري حاليا توقيع
عقد لبناء وتوريد عدد 2 مجموعة مكافحة تلوث لصالح الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، والتي تبلغ قيمته 53 مليون جنيه. بلغ قيمة الأعمال المنفذة من عام 2003 حتى 2016 لصالح هيئة مواني البحر الأحمر 302 مليون جنيه تقريبا، والأعمال الجاري تنفيذها من 2016 حتى 2018 حوالي 535 مليون جنيه تقريبا. خالص الشكر والتقدير لجميع السادة المعاونون لسيادته على ما يقوم به من تعاون وإشراف لنجاح تنفيذ هذه المشروعات. السادة الضيوف الكرام، إن القوات المسلحة كانت دائما وأبدا سلما وحربا الدرع والأمان القدوة والمثل، الحفاظ بإذن الله تعالى على ثروات ومكتسبات شعبنا الأبي. فتحية باسم جميع العاملين بالشركة المصرية وبناء السفن إلى رجالها البواسل، ودعوة مخلصة إلى زملائنا العاملين الشرفاء بكافة الوحدات الإنتاجية للمحافظة على مكتسبات شعبنا العظيم الذي ضحى في سبيلها شهدائنا الأبرار، وبذلك بدفع عجلة الإنتاج بكل قوة وإخلاص لتتبوأ مصر الغالية مكانها اللائق بين الأمم حرة شامخة. وأنني أشكر العاملين بالشركة المصرية وبناء السفن على ما بذلوه من جهد وإخلاص وما حققوه من نتائج ونجاحات، آملين منهم بذل المزيد من العرق والمحافظة على هذه المكتسبات والوصول إلى الهدف المنشود. خالص التحية والتقدير وعلى تشريفكم لنا اليوم، وعلى وعد أن نلتقي دائما بعون الله مع تحقيق المزيد من التعاون والتقدم والنجاح لرفعة شأن مصرنا الحبيب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية مقدمة من الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن إلى السيد وزير النقل. هدية مقدمة إلى السيد محافظ الإسكندرية. هدية مقدمة إلى السيد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.